مرحبا بواضح انجلش ستريت كلاب. محسن كامل 28 سنة أستاذ التعليم الابتدائي. فكرة إعطاء دروس بالمجان في اللغة الإنجليزية بشوارع مدينة الصويرة جاءت لإعطاء الشباب الصويري أطفالهم وكبارهم فرصة لتعلم هذه اللغة العالمية. جميع الدروس لوحدي، ولكن الحمد لله بعد انفتاحي على العالم الخارجي واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي هناك مجموعة من المتطوعين جاء الشباب العربي على الابتكار وعلى الجهد والتعلم ثم التعلم ثم التعلم.